لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لاهاي السيد زيد تايم، أمين سر حركة فتح. مرحبا بك سيد زيد. أسعد الله أوقاتك، أهلا. الرحمة للشهداء والحرية للأسر والشفاء للجرحى. اللهم أمين. السيد زيد، يعني لو تحدثنا مع حضرتك على الاستهدافات المتكررة والمتتالية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجازرها اليومية بحق الشعب الفلسطيني، يعني ثمة تحركات في منطقة المواصي شرق خان يونس، لماذا منطقة الشرق في خان يونس بشكل محدد، ولماذا استهداف المدنيين؟ يعني أليس يعني هل هذا الأمر علاقة بفكرة ما يدعون أنه تصفية لحركة المقاومة الموجودة في الأراضي المحتلة بوجه عام؟ أنا أعتقد هذه أستاذ حجة واهية، حجة كاذبة، لأن الاحتلال بكل بساطة يستهدف كل المدنيين دون استثناء من شمال قطاع غزة إلى أقصى جنوب قطاع غزة. والدليل على ذلك المواصي الذي قال الاحتلال أنه مواصي خان يونس، لقد قال أنها منطقة آمنة ومنطقة يستطيع المواطنين التنقل إليها. واليوم طلب حتى خان يونس الذي خرج منها منذ فترة قصيرة عاد اليوم إليها وعاد ليقصفها. رفح لم يترك مكان إلا ما قصفه. غزة حسب التقارير الدولية تقول بأنه لا يوجد مكان آمن على الإطلاق في غزة، وهناك لا يوجد متر واحد في غزة لم يقصف ولم يضرب. هذا الاحتلال يحاول أن يقلق الذرائع الذي يريدها من أجل تبرير إجرامه وقتله. عندما أستاذ يصل عدد الشهداء إلى أكثر من 39,006 شهداء إلى هذه اللحظة، عم يسقط ونحن عم نتحدث عم يسقط شهداء وجرحى، 89,818 جريح، وأكثر من 163 صحفي. لماذا؟ لعدم نقل الحقيقة والرواية لما يحدث في غزة الحبيبة من إجرام وقتل وحرب إبادي حقيقية. أتى على تقارير كثيرة، من تقارير أممية، تقارير من مجلس الأمن ومن حقوق الإنسان ومن العدالة الدولية ومن الجنايات الدولية. وإلا لماذا هذا الصخب وهذه التقارير الذي يعني قدمت؟ وآخر تقارير قدم هو تقرير أممي أصلا يتحدث عن كيفية تفنن هذا الاحتلال بتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتعذيب المواطنين. قتل أكثر من 86 أسير بمسدسات في رأسه ألقاها في الشوارع. حاول الاغتصاب للسجناء بطريقة يعني يندلها جبين البشرية، لا يوجد لا بغوانتنامو ولا أصلا في أبو غريب، يعني تصرفوا مثل ما يتصرف الاحتلال. أستاذي العزيز، الاحتلال اليوم يتصرف بطريقة يعني إجرامية كبيرة. وهنا أنا أتوجه بشيء مهم جدا، أن الاحتلال يجب أن يحاسب، ويحاسب ليس فقط حتى في مجلس أمن والجنايات الدولية والمحاكم الدولية، محكمة العدل كما كان القرار الأخير بخصوص الاستيطان في الضفة الغربية، حتى يشعر ويحاول يرتدع نوعا ما عن ما يقوم به من إجرام يخالف. طيب سيد زيد، مسلسل القتل الإسرائيلي الممنهج تجاه المواطنين العزل من الشعب الفلسطيني، وحملة الاعتقالات أيضا في الضفة الغربية، واقتياد المعتقلين إلى أماكن مجهولة، يعني وسائل التعذيب أيضا التي يبتكرها الاحتلال في التعامل مع الأسرى أو المحتجزين إداريا لديه كما يقولون، يعني كل هذه الأمور إضافة أيضا إلى إعطاء إشارة البدء في الاستهداف الجوي حتى في منطقة الضفة الغربية من قبل يعني حكومة الحرب الإسرائيلية وجيشه، يعني لأي مدى كل هذه الأمور تعقد من المشهد بشكل أكبر في الأراضي المحتلة جميعها، وطبعا النصيب الأكبر لقطاع غزة في هذا الأمر؟ أستاذي العزيز، الاحتلال وصل لمرحلة الإفلاس، مرحلة استخدم كل أشكال القتل وكل أشكال القمع وكل أشكال الإرهاب. ما المستغرب أن يستخدم الأباتشي أو طيارات مسيرة في الضفة الغربية؟ هل الضفة الغربية بوضع حال أحسن من ما هو موجود في غزة؟ هناك حرب صامتة الآن بدأت علنية، يقول بأننا سنستخدم المسيرات بتدمير، بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي قال بأنه هذه الأرض إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية بخصوص الضفة وغزة.
هذا يثير طبعا الاحتلال كثيرا، لانه موضوع على يعني واضح بما يتعاطى. ان التغاضي، شوف التغاضي على موضوع جرائم الاحتلال وحرب الاباده اللي بتشنها ضد الحرب ضد القياده الفلسطينيه وضد ابناء الشعب الفلسطيني وضد كل مقومات الشعب الفلسطيني على الارض، ان كان في الضفه او في غزه او في القدس، هي تدفع قوات الاحتلال الى استمرار بجرائمه. يعني هاي القرارات موثقه دوليا. لاحظ ماذا تحدثت محكمه العدل الدوليه وماذا تحدثت الجنايات الامم المتحده. وغوتيرس طبعا قال اول امس انه سيحيل القرار الذي اتخذ بمحكمه العدل الدوليه بخصوص الاراضي المحتله بالضفه الغربيه والقدس الى الجمعيه العامه من اجل المصادقه عليه. هذا شيء عظيم وجيد. اضافه الى ذلك، الاحتلال يتفنن استاذ بالأسرى الذي لا يتحدث كثير عنهم، يستخدم كل الاشياء البشعه بقطع الماء والجرب والتجويع وعدم الاستحمام والكلاب المسعوره، ويستخدم التجويع والتعذيب الغير مسبوق تجاههم، ولكن اعتقادا منه انه سيثني الشعب الفلسطيني او يثني اسرارنا الاحرار عن استراتيجيه انه الصمود حتى تحقيق الدولة. اضافه الى ذلك، انا بدي اتحدث استاذ سمحت لي عن البعد القومي والعربي. البعد القومي والعربي، هذا الكيان دائما يصور المشكله مع جهه او مع طرف ما. الان اولا هذا الاحتلال يحاول ممارسه حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني. اضافه الى ذلك، يحاول ان لا يقول بان هناك في اليمن او في مصر او في العراق او في سوريا او في كل الوطن العربي من المغرب الى العراق ومن سوريا الى اليمن ان هناك قوى فلسطينيه وعربيه داعمه الى هذا القضيه الفلسطينيه بشكل كل على طريقته لاخذ البعد العربي. وهذا ما لا يغرب به لا الاحتلال ولا حتى امريكا اللي راعيه الاحتلال. ولاحظ استاذ، انا نتنياهو ماذا تحدث اليوم؟ قال انا بالنسبه لحديث بالكونغرس الامريكي افضل من الحديث مع بايدن. لماذا؟ لانه علم وعارف انه بايدن تخلى عن الحكم ولم يقدم، لم يكون هناك في الانتخابات القادمه. نعم، على ذكرك سيد زيد، حديث الاربعاء المرتقب لوزير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس بغرفتيه، يعني ما المتوقع ان يتحدث عنه نتنياهو في هذا الاطار؟ ولاي مدى رغم صدور مذكرات او اوامر اعتقال من المحكمه الجنائيه الدوليه الا ان نتنياهو يعني يضرب عرض الحائط بهذه القرارات ويتحرك هو ومجلسه الى الولايات المتحده الامريكيه، انعكاسات هذا الامر على يعني فكره او حديث عن تفاوض او الحديث عن وقف اطلاق النار او الحديث عن امور اخرى تتعلق بهدنه طويله الامد؟ اولا انا بعتقد لا يوجد لدى نتنياهو اولا يعني هدنه او وقف اطلاق نار، او هو يعلم جيدا بانه هو سينتهي سياسيا في حال وقف الحرب الذي يتوق لها الشعب الفلسطيني. نحن نرغب الان ان تقف الحرب، ولكن نتنياهو دائما يريد ان يحاول ان يطيل امد الحرب، ولم يحقق ولا شيء من مقام به على الاطلاق. اضافه الى ذلك، انا بدي اقول لك شغله، نتنياهو لم يجرؤ ان تقف طيارته باي بلد رغم انه المانيا قالت انه لن نلاحقه، وذهب الى الولايات المتحده. وهذه بصراحه إدانة الولايات المتحدة، لأنه نتنياهو مجرم حرب ويجب عدم استقباله، ويجب منهم أنه يحترموا القانون الدولي. نتنياهو آخذ معه إلى أمريكا بعض الجرحى وبعض الناس الذين حرروا، هذا ما يقول، من السجون الذي كانوا فيها. أنا أعتقد هذا كله استعطاف وكذب، لأنه عندما يتحدث عن هذا الموضوع يجب أن يذكر إذا كان لديه الجراءة الكاملة أن تم اعتقال أكثر من 9800 أسير فلسطيني بس من 7 أكتوبر، وتم استشهاد أكثر من 39,000 و6 شهداء، نصفهم أو أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء. نتنياهو يحاول أن يجري مقابلات صحفية ليبرر
ما هو قام به، أعتقد أنه لا يمكن على الإطلاق وقبول هذا الشيء، وسيقع في مطبات كثيرة رغم أنه ثعلب. ومع ذلك أنا أقول أنه كل التقارير وكل الهيئات الدولية تدينه وتدين حكومته وتدين سموتريتش وبن غفير وجالانت وكل حكومته اليمينية المتطرفة الذي لم تقدم إلى هذا العالم إلا القتل. والدليل على ذلك أنه التقارير التي ستقدم في محكمة الجنايات الدولية والقرار الاستباقي الذي سيكون في جلبه إلى محكمة الجنايات، إضافة إلى القرار الذي أصدر عن محكمة العدل الدولية الاستشاري اللي هو بصراحة قرار تاريخي، قرار مهم جدا بالقضية الفلسطينية وله تداعيات قضائية وسياسية وعلى الأرض ومالية، ويجب على هذا الاحتلال وكل من يعاون هذا الاحتلال تحمل المسؤولية. نتنياهو يعتقد أستاذي بأن الحل الأمني يحاول تركيع أو ثني الشعب الفلسطيني عن ما هو يطمح إليه. الشعب الفلسطيني يريد كنس الاحتلال، يريد تحقيق آماله بطموحاته بإقامة دولته الفلسطينية المحتل الفلسطينية المستقبلية إن شاء الله في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس عاصمة دولة فلسطين، وعودة اللاجئين ضمن قرار 194. إضافة إلى ذلك الشعب الفلسطيني لا يقبل احتلال على أرضه مهما طال الزمن أو قصر، ولا بد للقيد أن ينكسر مهما طال الزمن أم قصر. وتحية، اسمح لي مرة ثانية نحيي أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال رغم كل معاناتهم إلا أنه صامدين وصابرين، وشعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الشتات، وكل أحرار العالم وكل من يقول كلمة حق اليوم بحق الشعب الفلسطيني ويقول لهذا الاحتلال كفى جرما وكفى إجراما وكفى أنك تعارض القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أشكرك سيد زيد تيم، أمين سر حركة فتح، كنت معنا مباشرة من لاهاي، شكرا لك.